ضيوفنا الأجلاء مع عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس. يشق ساحة العرض في المواجهة الآن ما يقرب من 1400 طالب، كوكبة من مختلف طلبة الكلية لأداء مجموعة من التمرينات الرياضية والحركات القتالية التي تساعد في رفع اللياقة البدنية. يهتف الطلبة من أعماقهم: شرطة، فداء، مصر، قوة، عزيمة، مجد. يقوم الطلبة بأداء تمرين الطعن بالساقين، حيث يعد تمرين الطعن بالساقين من التمرينات الأساسية لرفع اللياقة البدنية لطلبة الكلية. يؤدي الطلبة الآن مجموعة من التمرينات الرياضية الفردية التي تساعد على تقوية عضلات الذراعين، الكتفين، الصدر والساقين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل النجمة، مشاركة منهم لزملائهم الخريجين، استعداداً لأداء تمرينات زوجية. تمرين زوجي بالتعلق على الزميل لأداء تمرين لتقوية عضلات البطن والكتفين. يؤدي الطلبة تمريناً لتقوية عضلات الظهر والذراعين. بينما ينتقل الطلبة الآن لتشكيل مجموعة من التروس تعبر عن استعداد وجاهزية الخريجين للعمل الجاد الدؤوب والتكاتف في العمل، استعداداً لأداء تمرينات ثلاثية. تمرين مكون من 3 طلاب لتقوية عضلات الصدر، الذراعين والقدمين. تمرين من 3 طلاب لتقوية عضلات الساقين، الصدر والذراعين. ينتقل الطلبة الآن لتشكيل المعينات لأداء تمرينات مكونة من 4 طلاب تنمي قوة عضلات الجسم. تمرين من 4 طلاب لتقوية عضلات الساقين والكتفين. ينتقل الطلبة الآن لتجسيد التحية العسكرية. شرطة درع للوطن وأمنه. أدي المسؤولية، تؤدي بعزم مهامها الأمنية. تحيا مصر دائما عزيزة أبية،
سطر الطلبة بأجسادهم على الشباك في المواجهة. شرطة، أد المسؤولية. ينتقل الطلبة الآن لأداء الحركات القتالية والقتال المتلاحم. يستعد الطلبة الآن لأداء بعض الحركات القتالية والقتال المتلاحم، وذلك بدمج ثلاثة أساليب قتالية وهي الكيك بوكس والووشو كونغ فو والمواي تاي، وكيفية تطويع أسلحة الجسد في حالات مواجهة الخارجين على القانون، وهو ما يعرف بكاتة الأساليب الشاملة، حيث يجسد الطلبة صورة حية لفن استخدام اليد الخالية والقدم في مواجهة الخارجين. القتال المتلاحم. استنزاف قوة الخصم بعدة ضربات متتالية. التفادي والسيطرة بعمل خنقات الصدمة لإخضاع الخصم والسيطرة عليه. التعامل مع الضربة الاستباقية للخصم والسيطرة عليه باستخدام تكتيكات الجوجيتسو، وهو نوع من أنواع فن القتال الأرضي. استخدام تقنيات الكونغ فو في الدفاع عن النفس.